السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنطرق حول كيفية حساب ماتريس انفرس، يعني الماتريس انفرس يعني معكوس مصفوفة، كيف حساباتها اللي هي ترمز ب أ منزا مثلا في امتحان أو في اختبار إلى آخره أو كنترول. إذا أعطيت لنا هذه الماتريس بهذا الشكل، يقول لك سؤال احسب أ منزا، ما هي الطريقة التي تستخدمها؟ هنالك عدة طرق، والآن سنوظف الطريقة الأساسية. إذا نتابع معنا هذا الحل. فقط هذا الطرح بجامعة هواري بومدين في امتحان هذا المثال، مصدر يعني أقصد مصدره الأمن. إذا أولا هذا هو الحل الموضوع. أولا يجب أن تحفظ قاعدة مهمة اللي هي أ موانز ماذا تساوي؟ تساوي واحد على الديتيرمين دو أ ترونسبوزي دو كوماتريس، بحيث الديتيرمينو لا يساوي صفر. في هذا المثال ديتيرمينو يساوي ناقص واحد. فقط للتذكير، لما يكون ديتيرمينو لا يساوي صفر فهي انفرسيف. لماذا وجدنا ناقص واحد؟ إذا تابعوا معنا، هذه هي الماتريس، نضع الديتيرمينو وهذا ماذا يساوي؟ يساوي فقط هنا نقصد القاعدة، هذه مكتوبة من الشكل القاعدة التي نوظفها. أولا نقوم بتغطية الماتريس الأولى، تغطية هذا الجزء وهذا الجزء، نبدأ من اثنان، معناتها نبدأ من اثنان، بعد حسابات سنجد ناقص واحد فقط. هنا معنى اثنان في صفر كم تساوي؟ صفر. ناقص اثنان في ناقص واحد كم؟ تساوي ناقص اثنان في ناقص واحد، اثنان والناقص ناقص اثنان، وهنا وهنا سالبة لأنها فرض، أو نضعها موجبة عادي، نضعها موجبة فتكون تساوي كم؟ تساوي زائد اثنان. أما في الجزء الثاني فتكون هنا سالبة، واثنان في واحد كم؟ اثنان، ناقص ثلاثة واحد، وناقص اثنان زائد واحد تساوي ناقص اثنان. هذا هو بالنسبة إلى الديترمينون الذي وجدناه يساوي ناقص واحد فقط. إذا ما دام ديتيرمينون يساوي ناقص واحد فنقول أنها هذه قابلة للغة. الآن كيفية حساب كوماتريس. كوماتريس ماذا نفعل؟ نقوم بوضع إشارة هنا زائد ناقص زائد ناقص زائد، وهنا ناقص، هنا زائد، وهنا ناقص، وهنا زائد، نضعها قبل حساب هذه الماتريس. بعد ذلك نبدأ في هذا الجزء، كيف يمكن حساب هذا الجزء؟ نقوم فقط بتغطية هذا الجزء وهذا الجزء وحساب الديتيرمينون الخاص به، وسنجد نجد كم؟ نجد اثنان. بالنسبة لهذا الجزء بنفس الطريقة، نقوم بتغطية هذا الجزء وهذا الجزء، يتبقى لنا هذا وهذا اللي هو نفسه هذا المحدد اللي نجده كم؟ نجده واحد، وإشارة ناقص سنجد ناقص واحد. وبنفس الطريقة لهذا الجزء نقوم بتغطية هذا الجزء وهذا الجزء ونجد كم؟ ناقص واحد. وبالنسبة لهذا الجزء بنفس الطريقة نقوم بتغطية هذا الجزء وهذا الجزء. هذا لا عفوا، هذا الجزء، الجزء الأول، نعم بالنسبة لهذا، هذا الجزء كيف نقوم بحسابه؟ نقوم بتغطية هذا الجزء وهذا الجزء، واضح هذا الأمر، هذا هو الديتيرمين تاعو. بالنسبة لهذا الجزء ماذا سنضع؟ نضع تغطية هذا الجزء وهذا الجزء، واضح هذا الأمر. بالنسبة لهذا الجزء بنفس الطريقة نقوم بتغطية هذا الجزء وهذا الجزء، واضح هذا الأمر. بالنسبة لهذا الأخير ماذا نفعل؟ نقوم بتغطية هذا الجزء مع هذا الجزء. أما هذا فنقوم بتغطية الجزء هذا مع هذا الجزء. وفي الأخير هذا كيف يحسب؟ يحسب بهذا الجزء، تغطية هذا الجزء. بعد حساب هذا الديتيرمينو ماذا نفعل؟ نقوم بكوماتريس، يعني الكوماتريس ماذا تساوي؟ يعني الكوماتريس ترانسبوزي ماذا تساوي؟ الآن بكيفية حساب ترانسبوزي دو ماتريس، وقال واحد على الديتيرمينو ترانسبوزي دو ماتريس. إذا ترانسبوزي تاع الماتريس هذه اللي هي معطاة هنا، كيف الأعمدة يعني العمود، هنا عفوا السطر سيصبح عمود، يعني هذا السطر سيصبح عمود كما تلاحظون هنا، وهذا السطر كذلك سيصبح عمود، وهذا السطر سيصبح عمود. إذا هذه هي الكو ماتريس، يعني هذه ما هي؟ هذه هي الكو ماتريس، يعني هذه تساوي ما هي فقط؟ إذا هذه هي الكو ماتريس بالنسبة لهذا
المثالية، إذن هذه هي لو كو ماتريس. لكن قلنا نقسم على الديترمينون دو أ، إذا ديترمينون دو أ يساوي ناقص واحد، فإن اثنان تصبح هنا ناقص اثنان كما تلاحظون هنا، وهنا ناقص اثنان، ويعني الأعداد الموجبة ستصبح سالبة، والسالبة تصبح موجبة لأننا سنقوم بتقسيم على ناقص واحد اللي هو الديترمينو. إذا هذه هي أ موزايدة. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم.